الترتيب يا دكتور، أنا لفت نظري في سورة طه الترتيب. موسى سيدنا موسى عليه السلام قابل رب العزة، إني أنا الله فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. أوكي، الترتيب بتاعت الأوامر، واحد الصلاة، نعم، يقول له أنا ربك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أدي واحد. اتنين على طول اذهب إلى فرعون إنه طغى. يعني ما بين اعبدني وصلي لذكري، وبعدين إذا في النص فيه اخرج يدك اليمنى، القي بعصاك، اللي هي الحاجات اللي تطمنه. لكن تاني أمر على طول بعد اعبدني، أول أمر العبادة الصلاة، اذهب إلى فرعون إنه طغى. التأكيد يا دكتور، لن يستقر التوحيد يا أستاذ محمد، ولن تستقيم الصلاة طول ما فيه طغيان. الطغيان بيفسد العقيدة وبيفسد العبادة، وقاعدة الصلاح إنك تصلح نفسك أولا وتدعو غيرك الإصلاح. لكن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، ومن الصالحات أن تدعو الناس، أن تزيل الباطل، أن تزيل الطغيان. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع، مش هيبقى فيه مساجد ولا كنائس ولا عباد ولا العبادة، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وبالتالي ربنا بيعلمنا اللقطة الجميلة حضرتك بتتكلم عنها، ما ينفعش تكتفي بالجزء العبادي. توحد ربنا ضروري رقم واحد، وتعبده هو وحده وتستند عليه، وهو الرزاق وبيده الأمر، ومحدش هيقدر يعمل لك حاجة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اطمن كلهم عبيد، اطمن كلهم بشر، اطمن كلهم ناصيتهم بيده سبحانه وتعالى. اطمن، ده انت قبل ما تتولد وانت لسه في بطن امك، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يبعث الله اليه ملكا ولسه عنده 120 يوم فيكتب اجله. اتكتب وانت لسه 120 يوم فيكتب اجله ورزقه وشقيا او سعيد. فاطمئن التقدير الله سبحانه وتعالى وتدبير ربنا سبحانه وتعالى، وتاخد بالك. فبقول لك التوحيد عباده ربنا، انك تستند اليه وتستمد القوه منه وتنطلق. ما فيش في القران يا استاذ محمد ولا في السنه ابدا حاجه بتقول لنا تماهى مع الظالم، توائم مع الظالم، مشيها مع الظالم. لا، ده أنك ولا تركنوا، مجرد أنك تبكي، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. الجندي المسكين اللي حارس الزنزانة عند إمام أحمد بن حنبل وهو محبوس، بيقول له يا إمام هو أحاديث الظلم دي أو مساعدة الظالمين دي صحيحة؟ قال له أيوة. قال له طب هو يا إمام هو أنا أعتبر كده من أعوان الظلمة؟ قال له لا، أنت مش أعوان الظلمة، ده أعوان الظلمة ده اللي بيخيط الثوب، اللي بيعمل الأكل، اللي بيساعده في البيت، ده الأعوان الظلمة. لكن أنت الظلمة نفسهم، أنت من الظلمة أنفسهم. وبالتالي فالإيمان أن تستمد القوة من الله سبحانه وتعالى. والترتيب الرائع جدا أن هذا الإيمان ما ينفعش يبقى كامل، لابد أن يزال به الظلم ويدفع ويرفع به الحق ويجاهد به في سبيل الله ويدفع به الظلم عن الناس. لكن لما تبقى أمة فيها عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال والشباب والمرضى يغيبون ويعذبون ويعتقلون، فما قيمة هذه الأمة إذا لم تتكلم؟ ما قيمة هذه الأمة إذا لم تدافع عن هذا؟ ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ فين حق الأخوة؟ فين حق الإنسانية؟ فين حق أي حق كبشر؟ فين حق الحرية اللي بيننا؟ فين حق ما بيننا من دين؟ كل هذه حقوق الله سيسألنا عنها يوم القيامة. وبالتالي مش إن إحنا نواجه الظلم والطغيان، مش ده شيء كمالي، ده واجب شرعي إن أنا أواجه الظلم وأسعى بكل ما أوتيت من قوة لدفع الظلم عن الناس
ودول ديني ودول دمي ودول إخوتي وده الإسلام وده الإنسان اللي كرمه ربنا سبحانه وتعالى يلقى 10 سنين وتسع سنين لا توجد حتى رائحة الأدبية والناس بتتكلم عن إيه؟ عن كبالي ولا عن نجاح ولا أي حاجة في الدنيا يساوي فرد واحد فقط